خلال منتدى دافوس الاقتصادي، الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن العالم دخل في أسوأ أزمة اقتصادية خلال 100 عام الماضية. الصين تكتشف حقلا للنفط والغاز باحتياطي 50 مليون طن من النفط المكافأ. وزارة الكهرباء تخصص 721 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة المنيا خلال 6 سنوات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة اقتصادية مفصلة نبدأها بأخبار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ولكن بعد هذا الفاصل. في كلمة ألقاها في اجتماع افتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم من جراء تداعيات وباء فيروس كورونا دخل في أسوأ أزمة اقتصادية خلال 100 عام الماضية. حث الأمين العام للأمم المتحدة للشركات على أن يكون لها دور السبق نحو تعاف عادل ومستدام من جائحة فيروس كورونا والتصدي لأزمة تغير المناخ، قائلا إن العالم وصل إلى لحظة الحقيقة، داعيا إلى إعفاء من الدين لكل الدول التي تحتاج هذا الفيروس وهذا اللقاح حتى لا يضطر إليه منها إلى الاختيار بين تقديم خدمات أساسية لشعبها أو خدمة ديونها. في كلمة وجهها الرئيس الصيني إلى منتدى دافوس الاقتصادي، دعا الرئيس الصيني شي جينغ بانغ إلى نبذ سياسات العزل الاقتصادي والإقصاء الاقتصادي وأجواء الحرب الباردة التي تهدف إلى تكريس الانقسام والمواجهة، ودعا الرئيس الصيني إلى تعزيز الوحدة والتعاون بين دول العالم. نتابع. إن سياسة المشاركة في التكتلات ونشوب حرب باردة جديدة والعزل والإقصاء من شأنها التهديد أو التدخل ضد الآخرين، الأمر الذي ينذر بالفصل وفرض العقوبات لتحقيق العزلة، كل ذلك سيقود العالم إلى الانقسام والمجابهة. إن العالم المنقسم لا يمكنه الوقوف في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية، وإن المواجهة ستقود الإنسانية إلى النهاية. يجب أن نعزز الوحدة والتعاون وتبادل المعلومات. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبيته على تعيين جانيت يالين مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكي، وبهذا تصبح يالين أول امرأة تتولى المنصب الرفيع في الإدارة الأمريكية. تمتد خبرة يالين في رسم السياسات الاقتصادية لثلاثة عقود، حيث كانت أول امرأة تتولى رئاسة مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي من عام 2012 وحتى 2014، ومن المتوقع أن تقود يالين الجهود في سبيل التعافي من الأزمة التي شكلها تفشي فيروس كورونا المستجد. وقع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مرسوما يعطي الأولوية للشركات والمنتجات الأمريكية في الصفقات التي تبرم مع الوكالات الفيدرالية، مستعيدا بذلك شعار لدى سلفه والمفضل دونالد ترامب صنع في أمريكا. قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن هذا النص يهدف إلى إعادة إطلاق الإنتاج الوطني والحفاظ على الوظائف الصناعية وزيادة الاستثمارات في قطاعات التصنيع والعمال، وذلك بهدف النهوض مجددا بشكل أفضل عما كان. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن ستتواصل مع بكين بصبر مطلق ويتم مراجعة سياستها بشأنها بالتشاور مع الحلفاء. أضافت أن إدارة بايدن حريصة على إجراء مناقشات مع حلفاء الولايات المتحدة وكذلك الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس لتقييم كيفية المضي قدما في العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. نتابع. مع بداية عهد جديد للولايات المتحدة الأمريكية بتسلم الرئيس الجديد جو بايدن مقاليد الحكم، البيت الأبيض يعلن أن إدارة بايدن ستتواصل مع بكين بصبر، حيث تقوم بمراجعة سياستها بشأنها بالتشاور مع الحلفاء.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الصين تزداد استبدادية في الداخل وأكثر حزما في الخارج، وتتحدى بكين الآن أمن وازدهار وقيم الولايات المتحدة بطرق مهمة تتطلب نهجا أمريكيا جديدا، مضيفة أن إدارة بايدن تعتزم استخدام بعض الصبر الاستراتيجي. البيت الأبيض يعتبر أن المنافسة الاستراتيجية مع بكين هي سمة مميزة للقرن 21، ويرى أن الصين منخرطة في سلوك يضر بالعمال الأمريكيين ويضعف من قدرة الولايات المتحدة التكنولوجية ويهدد تحالفاتها وتأثيرها في المنظمات الدولية. جاء موقف البيت الأبيض بعد أن دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ متحدثا في اجتماع افتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، دعا إلى التعاون العالمي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وغيره من التحديات، فيما حذر من أن المواجهة بما في ذلك الحروب التجارية لن تنتهي إلا بإلحاق الضرر بمصالح جميع الدول. أعلنت الصين اكتشاف حقل نفط وغاز في بحر الصين الجنوبي بحجم احتياطي مؤكد يبلغ 50 مليون طن من النفط المكافأ. ذكرت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري أن الحقل يقع على عمق 113 مترا في حوض مصب نهر اللؤلؤ، وقد تم العثور في البئر الاستكشافية عن طبقات من النفط والغاز يبلغ سمكها 422 مترا. أضافت الشركة أن هذا الاكتشاف سيعزز بشكل فعال قدرة إمدادات الطاقة النظيفة في جنوبي الصين. محليا، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي الاستثمارات في نطاق محافظة المنيا خلال الفترة من عام 2014 حتى 2020 بلغ 721 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين. وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة. أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستها وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي والجامعات والقطاع الخاص. وقالت الوزيرة إن القرار يهدف لاستعادة الدور الحيوي لمركز تحديث الصناعة في الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير. سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا قبيل ختام تعاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة نحو 690 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه. هذا وقد صعد المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنسبة 6%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 81%، هذا وقد ربح مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بما نسبته 75%. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه النشرة الاقتصادية المفصلة. لم يتبقى سوى نذكر حضراتكم بأهم العناوين. خلال منتدى دافوس الاقتصادي، الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن العالم دخل في أسوأ أزمة اقتصادية خلال 100 عام الماضية. الصين تكتشف حقلا للنفط والغاز باحتياطي كبير يصل ل 50 مليون طن من النفط المكافأ. ووزارة الكهرباء تخصص 721 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة المنيا خلال 6 سنوات. وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه النشرة الاقتصادية المفصلة. أشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم بعد قليل ومتابعة لأهم التغطية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في مصر بعد قليل. إلى اللقاء.